أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. نتعرض للنقد بشكل يومي، وقد يأتينا من الأصدقاء، من المنزل، من العمل، أي كان، لكن بالتأكيد الهدف منه هو تعديل سلوك الآخر. لكن هناك أيضا تباين في تلقي هذا النقد، وإحنا في هذه الفقرة حنتعرف على الطريقة الصحيحة للنقد من دون أي حساسية أو مشاعر سلبية، وحيكون هذا كله طبعا مع ضيفنا الكريم في الاستوديو. إحنا معنا الدكتور علي عبيد، استشاري تحليل وتعديل السلوك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ خلود، وتسلموا على الاستضافة، وأتمنى نقدم شيء جميل للمتابعين والمتابعين بإذن الله. أنا متأكدة من ذلك. دكتور علي، أكيد إحنا زي ما قلت في المقدمة إحنا نتعرض دائما لجزئية النقد، لكن يعني النقد حق للجميع؟ يعني من حق أي أحد ينقد أي أحد أو ينتقد أي أحد؟ طيب، هنا نقطة مهمة، خلينا نعرف النقد بسرعة بشكل سريع عشان نعرف هل هو أي أحد يقدر ينتقد أو لا. أول شيء في اللغة، يعني النقد أن أنا أبدأ أفحص ومحص في الشيء وأفرز الجيد عن البطال. خلينا شوية نخش في العمق كده ونكون متخصصين تكة، أنه النقد لازم معناها كلام أو تعبير عشان أنا أصنف الأفعال أو النشاطات أو الإبداعات أو قرارات الأشخاص هل هي جيدة أو غير جيدة، مع إعطاء اقتراحات للأشياء الغير جيدة. بين قوسين أخذ بعين الاعتبار أنه النقد يكون من شخص متخصص. عشان كده متخصص، بمعنى إذا جيت أنا أنتقد مثلا أستاذ خلود فأكون لازم متخصص في التقديم، مش أنا كده وجه أقول لك أنا من جهة نظري، ما ينفع. هنا تبدأ تقول لا، ما هو من حقي أني أنا أنتقد، ممكن أنتقد كمشاهد ما من جهة نظر المشاهد، فما عندي مشكلة. فبالتالي هو نعم من حق الجميع، ولكن بشروط، بقيود، بطريقة معينة، عشان لا يصير اللي دوبك برضو قلتيه في المقدمة، إنه إحنا في اليوم بنتعامل كثير من الانتقادات أو بنواجه كثير من الانتقادات. طب تفضلي دكتور، طب إيش الفرق في شعرة بين النقد أو الانتقاد وشعرة تفصل بينه وبين حرية الرأي والتعبير؟ قد يكون الشخص انه والله انا لا مو عاجبني ده كذا، وما اكون متخصص. ايش اللي اقدر افرق بيناتهم؟ النقد زي ما قلنا يمكن الركيزه الاساسيه انه شخص متخصص، ما بعرض يعني وجهه نظر المتخصص في النهايه هي وجهه نظر شويه موضوعيه وعلميه، ولكن في الجميع كده وجهه رايي انا، يعني ميولي العاطفيه، ميولي الشيء اللي انا ابغاه يعني. فبالتالي النقد من متخصص، النقد من شخص فاهم ايش بيتكلم، حتى اذا كان بيعرض وجهه نظره فوجهة نظره بتكون علمية. فبالتالي ما ينفع شخص متخصص في، أرجع وأقول سامحيني أنت اليوم المثال في الإذاعة، واحد فاهم في التقديم وفي ده يقول لك لا من وجهة نظري، وجهة نظره هنا الآن تمثل شيء علمي موضوعي، شيء محترف بروفيشنال بيعطيك رأيه البروفيشنال. طب دكتور علي، في ناس بالنقد قد يتقبل وقد لا يتقبل، هل المشكلة مني أنا كشخص أتقبل النقد، أو أنا كمتلقي، أو شخص ك منتقد او بيعبر عن رايه في الموضوع؟ طيب، هذا من الاسئله صراحه الحلوه، لانه مرات بيكون من الناقد، اي مرات بيكون من الناقد فقط، مرات من المنتقد، مرات من الاثنين. بمعنى زي ما قلنا قبل شيء، اذا كان الشخص مش متخصص فما اجي الوم والله الا يعني الشخص انه ما تقبل، لا هو ما تقبل انه هو عارف انه ده الشخص ما يعني ما هو فاهم في ده الموضوع. فبتلاقي فيه نفور نوعا ما، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ممكن الناقد بيستخدم اشياء لغويه غير، يعني خلينا نقول غير لطيفه او غير يعني جارحه بعض الشيء، فبالتالي بتستفز عنده بعض القيم. انت من حقك تنتقد، ترى تقول تكون ناقد، ولكن برضو كلمه لكن هذه خطيره بعدها مهم، لكن لازم تستخدم الالفاظ الصحيحه، الالفاظ اللي ما تثير ولا تدعس على قيم واخلاقيات ومشاعر الاخرين، بعد كده انتقد. يعني لازم النقد يكون مغلف نوعا ما. برافو عليك، هو هذا ذاتس اكزاكتلي، لازم يكون بطريقه معينه، غير كده حيكون نقد جارح. لازم تجيبي اول شيء الايجابيات، بعد كده الشيء اللي انت تبغي تنتقديه، بعد كده ايجابيات اخرى من غير استخدام كلمتين، هذه التقنيه من غير استخدام كلمتين بس ولكن، يعني تجيبي ايجابيات بعدين تقول الشيء اللي الانتقاد من غير بعدين. مثلا ناخذ الان، الان الحلقه رائعه جدا، تقديمك رائع جدا، تمنيت انه يكون شويه تكييف عالي، هذا ما ينفي انه كانت الحلقه من اروع ما يمكن، فبالتالي انا حطيت مربط الفرس في النهايه. انا كمتلقي عارف ايش، انا كمتلقي عملته كانه اكسرسايز او تمرين. انا كمتلقي اخذته منك بمنتهى الانسيابيه، ما زعلتي ولا حد بيزعل. لا 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 هنا لا، هي في النهايه صياغه الكلمات بطريقه صحيحه. بس ليش الناس بيعتبروا لكن وبس نوع من انواع الذكاء؟
هي استخداماتها مشروطه، هنا بتستفز شيء في اسمه اللاوعي الانكونشس، بتستفزه. اول ما يصير اللاوعي يخف ويجينا الواعي، يبدا كانه اسد يبغى يحافظ على ممتلكاته وعلى قيمه وعلى لا هذا انا، يعني يبدا الايجو يطلع عنده او الانا تبدا تزيد عنده. فبالتالي هو الغرض من الانتقاد زي ما قلنا الحكم على الاشياء انه هذا صح هذا غلط، تصحيح بعض الاشياء. فلما انا اجي ابغى اصحح شيء، ما ينفع اصحح شيء وانا مزعل الطرف الثاني، لازم اخذه في صفي عشان يتبنى فكره التصحيح هذه ونصير قدما في الشيء المعين هذا اللي احنا بنتكلم عليه. طيب كيف اعرف انه الانتقاد جايني من شخص حابب يعدل لي سلوكي مش حابب يهدمني؟ هذه من الاسئله الذكيه جدا. استخدام الشخص الناقد للغه، توقيت الشخص الناقد، لأنه كمان النقد ما ينفع كل الأوقات، يعني لازم نختار الوقت المناسب لتقديم هذا النقد. ما ينفع في نص الحلقة هنا نوقف وأعطيك نقد، لا، لازم في وقت مناسب بطريقة مناسبة من شخص مناسب. إذا تخلت بعض الأركان أنا أعرف أنه ممكن هذا الشخص سواء بحسن نية أو بسوء نية هو الشخص هذا ضرني في الانتقاد وأثر بطريقة سلبية فيه. طيب ليش الناس بتعتبر أنه يعني الصراحة، في ناس بتعتبر أنه الصراحة هي انتقاد. سؤال برضو من الأسئلة، احنا لازم نفرق مبدئيا الفرق بين الصدق والصراحة. يعني في فرق كبير بينهم. هو كلهم في النهاية أنا أبغى أقول الكلام الحقيقي. فالصراحة من غير ما أنا أتسأل، أنا بأجي أدبها كده في وجه الواحد من غير ما يسأل، من غير احتياج، من غير ولا شيء، هذه دائما الناس تكش منها. الصدق غير كده. الصدق لما أنا بتسأل بقول صح الكلام صح بطريقة مناسبة جدا، من غير ما أجرح شعور الطرف الآخر، بطريقة سليمة، بطريقة سوية. فعشان كده في شعر ما بين الصدق والصراحة. دائما الصراحة من غير ما أحد يسألك وتيجي تبدي رأيك بتكون شوية، إحنا نسميها النقد الغير بناء. هو في الحقيقة ما في نقد بناء ولا نقد هدام ولا نقد بناء. إذا النقد هو بطريقة صحيحة فهو دائما بناء. فعشان كده إذا استخدمنا النقد بطريقة صحيحة، استخدمنا الركائز في الموضوعية وفي الكلام ده، دائما يكون بناء، لأنه هو من تعريفه يفرز لي الأشياء الجيدة عن غير الجيدة ويعطيني الحكم ويساعدني على تغيير أو يساعدني على حكم الأشياء هذه من الشخص المتخصص. نتكلم بصراحة، إحنا مجتمع صراحة ولا بصدق؟ بصراحة من غير ما أنا أتسأل. طيب. الاثنين. إحنا مجتمع يعني حساس شوية، إحنا ثقافتنا إنه إحنا يمكن نرفض الانتقاد أو نرفض أحد ينتقدنا. ليه إحنا دائما بنبتعد عن جزئية إنه دائما لازم أنا أنت عظيم صحيح. وأنت ممتاز وأنت صحيح. طب ليش ما عندنا ثقافة تقبل؟ صحيح، هي من نقطتين مهمة جدا. احنا دائما عشان نبرر انه ما ليش ما تقدمنا، فاحنا نبغى نقول احنا قنوعين، وهنا القناعة ما لها يعني كونفليكت، ما لها تضارب مع الطموح. فانت ممكن تكون قنوع باللي عندك ولكن في نفس الوقت تطمح للي قدام. فاحنا الواحد عشان يبغى يبرر لنفسه الا من رحم ربي انه والله انا هذا في المكان الصحيح، هذه افضل طريقه ممكنه، فابدا ما اتقبل هذا الشيء. فبالتالي هذا واحده من اهم الاشياء انه الواحد لازم يتخلص منها، انه يعرف مهما كانت قدراته، مهما كان انجازاته اللي وصل لها، ممكن يقدم افضل. هنا حيتقبل، بالعكس حيجري وراء الانتقادات. رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، بالعكس انا اجري وراء الفيدباك، قل لي عشان انا اطور من نفسي. ما اقعد في مكانك سر واقول والله هي الظروف وهم الناس وهذه الامكانيات اللي عندي، لا، عمرها الامكانيات ولا الناس ما تحد الاشخاص. طيب دكتور علي، في ناس ننتقدهم واحنا يعني بكل ثقه ننتقدهم، لكن في ناس نقول لا ستوب، بلاش هذا تنتقده. أي. ولا تقول له شيء، خليه مع نفسه. خليه على الايام تعلمه مثلا، خلي الايام. فهنا السؤال، مين الاشخاص اللي نتحاشى انتقادهم وتحليلك الشخصي لهم ايه او تحليلك النفسي لهم ايه؟ طيب هو التحليل غالبا ما يكون الشخص الاجريسيف او الشخص اللي هو قوي شويه وعلى فكره هذول الاجريسيف اللي انت ما تبغى تنتقديهم، اذا انتقدتيهم وهو واجهك بكل صد ورفض وما ادري، ترى هو حيرجع بيفكر في البيت عن كل حرف او كل كلمه انت قلتيها، سواء رجع البيت او رجع المكتب. الانتقادات زي ما قلت في المقدمه من كل الاماكن، في البيت، في العمل، في المدرسه، في كل الاماكن بنواجه انتقادات. فبالتالي هذه الشخصيات دائما هم الشخصيات اللي يتميزوا بمنطق احادي، يعني هم يستخدموا منطقهم هم بس، ما عندهم بس هنا في هذه الحاله، يعني فقط يستخدم المنطق اللي هو فيه. وتعريف المنطق انه هو الشخص يستفيد من خبراته ومن الاحداث الحياتيه او الاجتماعيه النابعه من التنشئه الاجتماعيه الى مدى الزمان. فبالتالي هو احادي، ما يبغى يتقبل اي، ما عنده مرونه،
فبالتالي احنا بنتحاشى انه 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 نتكلم معهم عشان لا نخسرهم في الحقيقة او لا يصير شيء يزعلنا. هنا نقطة مهمة بس ابغى اضيفها. النقطة المهمة انه احنا متبنيين للأسف الفكرة في الفترة الأخيرة انه انا مسؤول عن كلماتي مش مسؤول عن فهمك، وهذا خطأ. هذا خطأ طبعا. انا مسؤول عن الكلمات صحيح، ايضا انا مسؤول عن فهمك انت، لانه في النهايه انت ممكن بالنظريه الرمزيه في علم النفس تفهميها بطريقه ثانيه. يعني انا بستقبل منك المعلومه منك انت بالضبط، فمني انا، فانا لازم اتاكد انه وصلت المعلومه لحضرتك زي ما انت، زي ما انا ابغى، مش زي ما انت تفهمي. فانا لازم اقول الكلمه واتاكد انك انت فهمتيها زي ما ابغى. بعد كده انت رفضتي هذه المعلومه او قبلتيها، هذه حريتك الشخصيه. انا يهمني في الموضوع اوصل لك هي زي ما انا ابغى. هذه هي ثاني او بعض المشاكل في النقد زي كده. هو يوصل له المعلومه بحيث اني انا انتقد او انا اقدم النقد، الشخص الاخر يفهمها بطريقته مش بطريقتي انا. فهنا يصير من الاجريسيف، من الناس هذول الاقوياء دول يبداوا يرفضوا لانه فهموها بعكس ما انا ابغى او بطريقه مختلفه عن اللي انا ابغى. كيف اوصلهم نقدي؟ لازم اعرف لهم، لازم اعرف كيف اتواصل معهم بطريقه صحيحه. اذا هم عندهم طريقه معينه في استخدام بعض الكلمات، في طقوس معينه لتقبل النقد، شيء مكتوب، شيء مسجل، شيء لازم تمهدي له، في بعض الاشخاص لازم تمهدي نص ساعه على نقد دقيقه. وهذا ما يمنع، هو تركيبته الشخصيه كذا، ما نقدر نقول هذا الطيب وهذا بطال، يمكن الظروف اللي مر فيها. هي في النهايه انا كناقد لازم اوصل الموضوع الفكره بموضوعيه اللي انا ابغاها وابغى اوصلها للطرف الاخر، ما اعطي له كلمات واقول له يفهمها زي ما انت تفهمها انت المسؤول. طب دكتور، النقد لازم يكون بين الطرفين او امام الجميع؟ اذا كان بطريقه صحيحه ترى النقد الصحيح ممكن الواحد ياخذه كبوش، كتحفيز. يعني اذا اصيغت الكلمات، لانه من تعريف النقد هو كلام، هو تعبير، اذا التعبير هذا اصيغ بطريقه معينه يعتبر شهاده للشخص الاخر اللي بتقدمي له النقد، فما عنده مشكله هو قدام الناس او بس يا حبذا. الافضل طبعا ان ما اكثر الناس يفضلوه على انفراد. على انفراد. اللي هي النصيحه، احنا دائما نفرق لازم برضو بين النصيحه وبين النقد. في النهايه في فروقات كثيره، احنا بنتكلم عن النقد. فتحت لي موضوع هفتح منه قصص كثير، لكن للاسف ضيق الوقت. والله انا سعيده بتواجدك دكتور علي، وبالفعل يعني احنا فن النقد هذا، او خلينا نقول النقد هذا نوع من انواع الفنون، لازم الواحد يعرف كيف يوصلها للمتلقي. انا شاكره وجودك، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. الله يكرمك. اذا مشاهدينا الكرام، بهذه الفقره نكون وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. اكيد على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله بيوم جديد وحلقه جديده من فقرات من برنامجكم اليومي المباشر. سيدتي، الى اللقاء.